أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال هذه الليلة وخلال يوم غد بإذن الله. كالعادة نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء مستقرة تتفرق بعض الغيوم العالية، 14 درجة مئوية كحرارة دنيا الصغرى الدنيا عفوا، أما الملموس 13 درجة مئوية، الرطوبة 64%، أما الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. ننتقل الآن وإياكم إلى خرائط أو توقعات الجوية اليوم غد بإذن الله. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر لكن بارد نسبيا، سكاكا 19 إلى 8، عرعر 18 إلى 8، وتبوك 21 إلى 8 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 26 إلى 18، جدة 30 إلى 21، مكة المكرمة 30 إلى 19، والطائف 22 إلى 12 مع طقس مستقر بشكل عام. ننتقل الآن إلى المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 18 إلى 10، أبها 21 إلى 8، وجازان 30 إلى 23 مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر فوق المرتفعات الجبلية، تكون خفيفة ومتفرقة الشدة. المنطقة الشرقية، الدمام 27 إلى 17، حفر الباطن 21 إلى 14، والإحساء 26 إلى 14 مع طقس مستقر. أخيرا المنطقة الوسطى، حائل 18 إلى 10، بريدة 19 إلى 11، والعاصمة الرياض 25 إلى 13 مع طقس غائم جزئي. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.